نروح سريعا لصالة المغطاة باستاد القاهرة وتنضم لنا مرة أخرى زميلتنا سالة حامد ولقاء مع أفضل لاعب في المباراة كابتن أحمد عادل. تحياتي ليكي طبعا يا مريم وكل ضيوفك الكرام وكباتننا طبعا كبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا زي ما انت قلتي كان حاليا معي رجل المباراه مان اوف ذا ماتش النهارده طبعا في مباراه مصر وانجولا كابتن احمد عادل. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وطبعا عايزه ابارك لك يعني مرتين بقى، ابارك لك على المباراه النهارده والتاهل للسيمي فاينل وابارك لك على جائزه رجل المباراه النهارده. الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله على المكسب، هو كان اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب. مركزين في البطوله ماتش بماتش، شايف ان احنا الناس ماشيه بخطى ثابته. طبيعي يعني احنا كسبنا النهارده فرق سكور، بس في غلطات وفي حاجات طبعا يعني محتاجين نصححها عشان احنا داخلين على ماتش مهم جدا، ماتش سيمي فاينل هيبقى الاغلب يعني مع تونس. الناس هتبدا بقى النهارده خلاص ريكفري، ومن بكره ان شاء الله هيبدا في ماتش تونس تحضير فيديوهات تمرين. شايف يعني ان احنا ان شاء الله ربنا يكرم كده وماشيين زي ما احنا كده ان شاء الله ناخد البطوله. طبعا مستويات الفتره اللي فاتت في المباريات كانت مستويات متوسطه شويه طبعا يا كابتن احمد، يمكن طبعا المباريات الاصعب ابتدت من النهارده مباراه انجولا وزي ما انت قلت مباراه تونس، والاقرب طبعا تونس هتكسب في مباراتها اللي هي هتبتدي كمان شويه مع غينيا. طبعا الاستعدادات هتكون مختلفه تماما، التحضيرات هتكون مختلفه تماما، يمكن كلام مستر باستور معاكم بيكون عامل ازاي طبعا عن المباراه السيمي فاينل اللي هي الاهم والاصعب في البطوله دي؟ طبعا دور المجموعات طبعا لازم الماتشات مثلا مش اقوى حاجه، فلازم نعمل روتيشن نحضر الناس كلها تبقى موجوده وتبقى جاهزه. وممكن وارد يحصل في ماتش من ماتشات الكي او اللي هي الادوار الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل يحصل مثلا حد داي اوف ولا حاجه، لازم تبقى الفرقه كلها جاهزه. وبدليل شفنا قد ايه مثلا نزل الماتش اللي فات ونزل الماتش ده بيحاول يجيب مستواه يحاول يرجعه بعد الاصابه. طبعا شايف ان حاجه كويسه جدا حوار الروتيشن ده، بس طبعا الموضوع هيبقى من دور يعني من النهارده. السكور لما فتح شويه الدنيا بقت احسن بكتير. انا شايف الماتش الجاي الموضوع يعني على حسب الماتش هو محتاج ايه، ممكن في الماتش يبقى قوي ممكن الماتش يبقى مريح، انا شايف يعني ده على حسب الماتش يبقى عامل ازاي. طبعا رسالتك كمان للجماهير المصريه، شفنا النهارده يمكن الصاله كان فيها اعداد اكتر من المباريات اللي فاتت، فطبعا رسالتك يوم قبل كمان المواجهه الاصعب بالنسبه لكم وهي مواجهه تونس. طبعا رساله الجمهور مصر، طبعا انا شايف ان احنا لازم نقفل الصاله، لازم الموضوع يبقى فول هاوس، الناس ما تتفرجش من البيت، احنا محتاجين الدعم. الموضوع ده بيبقى حافز كبير جدا للعيبه، احنا اول لما بيحصل بنشوف الجمهور الموضوع بيبقى مختلف تماما، الشعور بيبقى مختلف تماما، موضوع كنا مفتقدينه في كاس عالم كان في مصر. طبعا الموضوع دلوقتي احنا عندنا موضوع الجمهور، محتاجين الناس كلها، الصاله فتحت فخلاص احنا محتاجين الناس كلها ان هي تخش الصاله، ومحتاجين الناس في السيمي فاينل يعني مستنيينهم في الصاله. ميرسي جدا طبعا يا عادل وببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، ومستنيين منكم طبعا اداء قوي زي ما عودنا دايما في مباراه تونس. ميرسي جدا. الله ان شاء الله، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شكرا شكرا. ده طبعا لقائنا يا مريم مع رجل المباراه النهارده او مان اوف ذا ماتش لمباراه مصر وانجولا طبعا كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني. والان عوده مره للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالة حامد.